المؤكد ان طب شاء الله عايز اخد باذن من الله. كلامك حته مهمه جدا، اتفضل. انت قلت جوه وبره في مساله المباريات الذهاب والاياب، خلاص فعلا تم الاتفاق على ان يلعب مباراتي اه الذهاب طبعا. والاياب في القاهره؟ اه خلاص، النادي الاهلي وصلت له فاكسات رسميه، موافقه رسميه من اداره النادي، اداره نادي اطلع بره افراد للنادي الاهلي، موافقه رسميه، وخطبه الاتحاد الافريقي رسميا برغبتها في خوض مباراتين الذهاب والاياب في مصر. نفس الامر بالنسبه للفريق الصومالي اللي هيلعب الزمالك، نفس الامر برضه بالظبط. خاطب الاتحاد الافريقي رسميا ان هو يلعب مباراتين الذهاب والاياب في مصر هل هنا. في صالح الفريقين سواء الاهلي او الزمالك؟ يعني الاهلي اكتر طبعا عشان اكيد، مساله طبعا طبعا، السفر والبطلات. يعني بيلغي لك رحله، يعني عارف حضرتك، ودي مهمه جدا، وخاصه ان الاهلي ما كانش يلعب كمان حتى في الخرطوم، الاهلي كان يروح مدينه جوبا في جنوب في السودان، جنوب ودي السودان صحيح. كانت امر صعب بالنسبه له، رغم ان كان المسؤولين في النادي اطلع بره كانوا حريصين ان هم، حتى لما النادي الاهلي قال لهم الملعب صعب قال خلاص انا اقول لكم مباراه في الخرطوم، وكان في محاولات لدرجه ان هم حددوا موعد المباراه في الخرطوم، كانت يوم الاحد الساعه 4 عشان بتوقيت القاهره وتوقيت السودان، لكن النادي الاهلي قال لهم لا، الملعب الخرطوم مش جاهز دلوقتي، راح هم حتى بتعاون شديد جدا جدا قالوا النادي الاهلي خلاص اوكي، لو انت عندك رغبه انك تستضيف مباراه الذهاب احنا بنرحب، بمجرد النادي الاهلي بعتهم خد بالك خطاب هم رسمي. الاشقاء في السودان بيعشقوا الفرق المصريه سواء الاهلي او يعني الزمالك بقول اللي لحضرتك، موجود يعني عندهم يعني. حتى حضرتك ان هم لما النادي الاهلي قال لهم المكان بعيد او الملعب صعب شويه، هم رحبوا بنقل المباراه من مدينه جوبا في جنوب السودان الى العاصمه الخرطوم في شمال السودان، فكان حتى هم عندهم رغبه في مساعده النادي الاهلي، رغبه هم بيتعاملوا مع الامر ان هي احتفاليه، اللعب مع النادي الاهلي احتفاليه اكبر صحيح منها منافسه في بطوله مهمه وكبيره.